الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم دليلي من سلا زاد في سلا. كنا كنسكنوا هنا في سيدي بوزرة طريق ديال أمام الوكالة ديال أبي رقراق، وكان ما بين 82 حتى 89 أصدقاء أمير المؤمنين محمد السادس كيجي لنا تتمنى كيجلس معنا كيضحك معنا وأكثر مع خويا. أنا كنتراجع على مسائل أمنية ما بغيتش ندير كم خويا الصغير أنا اللي أمورنا داكشي بيناتنا، وكنا كان خويا كيقول له أي أمور اللي كتوقع له وهذه وهذه قد صدق بيناتنا حتى 89 89 سيدنا ما كانش هنا كان باقي ولي العهد مسافر، رحلونا تما تحت التهديد حيدونا بأنهم شربوا القرق والأرض بقى ديالنا. ما تلاقيناش 2008 تلقى خويا مشى عند العمل جلس لا باش يدير شي مشروع تما في الولي في ديك الارض اللي كانت كيتلاقانا معنا فيها امير المؤمنين اللي مسميه دابا طارق ولي العهد امام الوكاله. اتصل العامل بالملك قال له راه الناس اللي كتقلب عليهم واحد راه معنا هنا، قال لهم خذوا المعلومات ديالو والبطاقه ديالو ما عندوش. قالوا لي غدا ترجع مع تسعود، رجع لغد لي مع تسعود لقى ناس كيترحبوا به قالوا لي سؤال جواب، غيسولك واحد السيد في التليفون سولك جواب ما تجيش تشيرها. الو الو كيداير بخير لاباس سميتك الدليل عبد الصادق فيك انت ساكن سيدي بوزره وقداش رحلتو 89 اشنو طرا لك؟ قال له في سيدي بوزره قال له كان طرا لي واحد الكسيده فين مضروب؟ قال له في مضروج. قال له ما عرفتينيش ما عقديش واحد السيد كان كيجي عندي باقي. قال له كانوا كيقولوا لنا ولي العهد. قال له راه نمرتك خرج عطاه منين خرج اتصل به عطاه الكريم اللي كانوا كيتسرقوا في حي مولاي اسماعيل. قال له راه كنعطي للشعب الكريم. قال له راه ما كيوصلوش راك عند الشعب انت بحال اللي كتكذب. قال له شكون اللي ما كيوصلهم؟ قال له كيتزوروا راه كاينين مقدمين وهادو كيديو داكشي تشدوا دوك المقدمين وتشدوا. عطاه بزاف الحاجات عطاه الامور بزاف. تقطع اتصال بيناتهم في 89 علاش نط مافيا اخرى مغرر بهم من طرف دول اخرين باش يحبسوا الولد ما يبقاش بينه اتصال وبين الولد. مزيان صبرنا الولد حمقوه دابا الولد راه حماق راه في دمنات كنصيفطوا ليه 5000 درهم في الشهر ديالو امور ديالو مقابلين الناس دمنات الله يخليهم وتحياتي الناس دمنات والناس السلاح تاهم اللي كيجي لهنا كيشدوا ليه بعقله هذه. قرب الزلزال يضرب كورونا قرب ضرب قلت الناس هنا قلت لهم راه جايه كورونا راه غتضرب راه طوموبيل ما باقيش تدور في العالم. الناس هنا كاين اللي خايف ما قادرش يشهد هذا الشهاده وكاين اللي جاو دابا غيشهدوا والزلزال اللي ضرب قلت للسعيد غتمشي معايا غنقولها لبن كيران وهذا الشيء هذا التنبؤات هذه قلت كاين شباب فاس قلت له غتولي برلماني كبير. كاين اخ نوش في اكادير كان اخ نوش في واحد البازار كيخدم بالنسبه قلت له راه غتولي تدخل عند الملك وتغدى مع الملك وغتولي وزير وغتشد الرئاسه ديال الرئاسه ديال البلاد ولكن في الولايه ديالك غير نوض الصداع. مجرد باه باقي صغير بالطانه في 85 قلت له حتى هو ولد غيولي النجم بادر هاري في قناه قلنا باه باه ملي قلناها ليه قلنا واش نتوما واكلين شي حاجه؟ خويا الصغير هذا قال له راه شريف كيهضر معك بلي مراره ولدك عنده توحيمه في الدار. منين قال له هذا السر هذا طلب منا السماحه ورحب بينا وجاب لنا الحلوه كذلك الناس تحياتي الناس فاس شابط حتى هو تهلا فينا وهذه فاش قلت له وباقي نقول العثماني باقي الناس اخرين غنزيدهم في حلقات اخرين. هاد سعيد هذا قلت له خصنا نمشيو نبلغوا بن كيران بانه الزلزال غادي يضرب لابد باش يعلم الملك لعل تجمعوا العلماء الا دار شي حاجه الله كيوقف الغضب ديالو. بن كيران فايت قلت له غتولي رئيس وزراء في الدار دباه وقلت له وقال لي وباه انا قلت له غتولي معاه وغيقتلك تران. مشيت لعندو ما استقبلونيش خلاوني شي 10 دقائق كنتسنى البوليس هضرت معاهم واحد الهضره خرج هو فريد اللي مكلب الفيلا ديالو قال لي نقول ليه مره اخرى راه مره اخرى راه دابا راه عنده ديال الجمعه الاخرى سديت بن كيران جاي من الجامع سلام سلام سلمت عليه كيداير بخير لاباس الحمد لله. قلت له انا هو فلان اللي بشرتك غتولي رئيس وزراء في الدار دباه وباه غي قال لي انت قلتي لي هادشي قلت له انا قلت لك هادشي هذا قال لي خصني معاك المحكمه قلت له نمشيو ليها ماشي بصداع قلت له نمشيو ليها كنضحك كنضحك معاهم هو يضرب شي ناس جالسين تما مع البوليس ومع المرود ومع قال لهم انتم شنو خصكم؟ قالوا لي حنا العواشر قال السيد اللي معاه من عائلته اعطي له هذا اعطي له هذا تكالي على ودني
قال لي دابا واش خصك شي حاجه؟ قلت له ما خصني حتى شي حاجه، عطيتو الكارت في زيد المهمل قلت له ديال مرتي، بغينا نجلسو معاه، راه امور خطيره غتوقع في المغرب، راه الزلزال غادي يضرب، بغينا نجلسو معاه باش توصل لامير المؤمنين. قال لي غنتصل بك، قلت له وقتاش؟ قال لي في اقرب وقت. زاد قلت له بن كيران، في الاول قلت له الحاج، قلت له الثاني قلت له بن كيران راه امور خطيره، قال لي قلت له الا ما اتصلتيش بيا راه غنرجع لعندك. تسنيت السيمانه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه ضرب الزلزال. رجعت لعندو، مشيت لعندو قال لي ما عقلتش عليك، قلت له ما يمكنش، راه حنا الناس اللي كان كيجي عندنا امير المؤمنين لسيدي بوزره وهادي وحنا راه الاصدقاء ديالو، راه باقي زلزال اخر غيضرب في مدينه اخرى قاصح. راه مدينه غتمشي. قلت له راه ما وقع، قال لي شوف اسيدي، قلت له شوف انت راه انت سبب هاد الناس هادو اللي ماتوا، كون اتصلتي بامير المؤمنين ودخلوا فيها العلماء راه غيوقف هاد الشيء هذا. قلت له انا كنباب، راه مصيبه غتوقع لولادك ودابا راه الطلب تدفع، الله سبحانه وتعالى تكرفصوا عليا، داوني للسبيطار الغازي 24 يوم وانا تما، داوني البوليس، صنطوا لي البوليس وهذيك اللي غندوك، قلت له ديوني، قلت له ما كاين مشكل انا حيت داك الشيء غيوقع. مشى معايا هاد السيد هذا اللي مشى معايا في المره الثالثه. داوني الغازي خرجت شافيت شويه الاطباء الله يعمر هذا كل شيء مزيان، انا راه ما مريض ما والو، وضربوا لي برا وربطوني بربعه ديال السماطين تكرفيس الله يطفي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا كنسكي يعني بزاف ديال 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 الامور اللي تاكدها حسن، علاش؟ لان انا جور علويات تقريبا ديال 34 عام جاري، انا حسن ملي كنبدا تيبدا يهضر تيبدا يلوح شي هضرات يعني صراحة ما كنتش كناخذهم بجديه، تنقول ربما فهمتيني حسن الله تيخربق كما كان يعني كل شيء تيقولها، تيوقع حسن راه هذاك راه احمق هذاك راه تيخربق راه، وفي الاخر ولا تياكد تيقول لي شوف راه جي واحد الوقيته سعيد راه الطوموبيل ما تبقاش ديماري راه كل شيء غادي يوقف. قلت له كيفاش؟ قال لي راه جي واحد الوباء راه ما عنده لا سميه باقي ما عرفنا ليه والو لا سميه لا هادي لا هادي، كنت تنقول انا ويلي كيفاش حسن يعني شي حوايج ما يقبلهمش العقل. شويه بدا تيقول لي شوف شتي انت كداب كنت تقاتل على الوليدات راه ما تبقى لا وليدات لا والو، وي شنقول ماشي شي حوايج بقيتي صدقت طلقت تفرقت انا والمراه والدراري وكل شيء، جات كورونا قال لي واش قلتها لك؟ قلت لي اكدتيها بصح. دابا وليت تنشوف تقريبا شي اكثر من 6 ديال الحوايج اللي تيضربهم في الصميم، يعني ملي تيقول الحاجه تنوقف عليها، وتيجي تقول لي صحيح تنقول لي شنو؟ تيقول لي واش قلتها لك؟ تنقول لي هذه كاينه هذه كاينه منهم ديال الزلزال، هذه ديال الزلزال انا تنأكدها لان انا كنشوفو تقريبا جوج مرات ثلاثه في النهار كنتلاقى انا وياه. قال لي صحيح قلت لي شنو؟ قال لي واش قلت لك الزلزال غيضرب؟ وسبحان الله نهار ديال الزلزال جلس انا وياه في دارهم جالسين تكحسوا الدار مشات وجات بينا. قبل قلت لك يلاه نبلغوا بن كيران. ومشيت انا وياه ديال بن كيران مشيت انا وياه حتى لعندو، مشينا انا وياه حتى لعند بن كيران لقيت في الطوموبيل نزل هو هضر معاه صافي جينا ما جينا في نوصلوا هنا الاول جات لقينا البوليس كيتسناونا هنا صافي هزو دا هو قال لي هذا يلاه معايا، قال لي من عندي طوموبيل تيمشي معاكم انا ما سارق ما دير حتى شي حاجه اللي مشي هذيك هزوه من داو الدوزيام ديال الرباط تابعوا لي بقى على اتصال معايا تقريبا شي وحده ونص ولا جوج الليل صافي هما اعتقلوا دزوه من تما داو السبيطار الغازي جلست تقريبا شي 24 يوم ولا 25 يوم تما صافي وخرجوا للقوم. هادشي يعني انا تنأكد بان كاين شي امور عنده كاينه، ويلا عطاك شي حاجه قال لك راه شنو 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 عارفه راه كاينه. حنا يعني كاصدقاء تيجي تيقول للصديق ديال شي صديق تيجلس معنا تيقول لي فلان داكشي كدير ماشي هو هذاك رد بالك راه شنو شنو السيد اللي سبني في الواتساب شنو طرا لي اللي كان مروز 800 مليون في كازا. وهذه كان السيد كان جالس عنده في الدار مرلي فيه وهذه وكلو مشربو. دابا هما عندهم واحد الميزه مفقوده حاليا من النوع اللي كتجي عنده واخا كتكون انت ما مزيانش تقول ليه حسن شي 50 درهم تيقول لك ها تنقول ليه علاش عطيتي تيقول لي خليها صاحبي واش يعطي الدار ديما عامر ما يمكنش اجي انت ما عندكش فين تبات اجي ها البيت تيقول لك اجي ها البيت جلس يطلع للدار الفوق عند مو يهبط الماكله كل شرب ما عندوش مشكل في هادشي. بقى السيد هذا كان معايا في الدار مالي فيه مشى لكازا ولا مروج فلوس تبارك الله شي 800 مليون هضرت معاه في التليفون كنهضر معاه قلت له ما كتصل بيا ما والو جيتي لهنا وهنا زيدنا ولا سدني في شي حاجه خاصه ليا انا في داري انا وهذه
طفى التليفون عليه قلت له الى ما جاش هذا لهنا ويولي يخدم عندي انا ماشي شريك جا ولا ما جاش؟ اقسم بالله الذي لا اله الا هو هذه قلت لك انا نشد بها قدام الله. قال لي شوف عقل سعيد الى ما جاش لهنا قال لي انا ما جاش لهنا قول لي توالك حسن قال لي وغيجي بحال الكلب والسيد يعني راس المال ديال 800 مليون ولا تيلعب به وطعم في الحبس شد في الحبس مشى ليه كل شيء هو يرجع دابا انا اللي كنصدق دابا حاليا هو حدو في الدار جالس هو جاب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.